السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم أنا وهي والنجوم. هكذا سيؤثر موسم الثور على كل برج من الأبراج. موسم الحمل كان واقعيا ربما أكثر مما يجب، وذلك بالنسبة لبعض الأبراج. الفترة الماضية كانت حافلة بالحركة والحيوية والنشاط لجميع الأبراج، وبطبيعة الحال كل شخص يتأقلم مع هذه الحركة على طريقته الخاصة. حاليا ندخل موسم الثور، وذلك مع دخول الشمس برج الثور في 20 أبريل/نيسان. البرج الثابت هذا يملك طاقة ستجعل الأبراج كلها تشعر بأنها أكثر واقعية وربما أكثر كسلا من أي وقت مضى. وبما أن البرج هذا يحكمه فينوس، فسيكون هناك الكثير من الطاقة الحسية. فكما هو معروف الثور يحب الأمور الفاخرة والملذات، ولكن موسم الثور لا يعني الانغماس في الملذات، بل هو يعني التخطيط للمستقبل. وبما أن طاقة الثور هي ثابتة وتسير ببطء، فإن ذلك يعني الفوز وتحقيق الأهداف. وبطبيعة الحال مع موسم من الطاقة المندفعة النارية العشوائية الخاصة بالحمل، فإن الكل سيشعر بحجم التغيرات، لأن موسم الثور هو موسم البناء ببطء وثبات. موسم الثور هذا العام سيختلف عن الأعوام السابقة، وذلك لأن في اليوم الذي تدخل فيه الشمس برج الثور، فإن فينوس والذي هو الكوكب الذي يحكم الثور سيدخل برج الحمل في اليوم نفسه، ما يعني أننا سنستمر باختبار طاقة الحمل، وإنما هذه المرة مع طاقة الثور في نفس الوقت. فكيف سيؤثر موسم الثور على الأبراج الأخرى؟ هذا ما سوف تعرفوه إذا تابعتم الفيديو. برج الحمل، الحمل سيتأثر بطاقة الثور المرتبطة بالانغماس بالملذات والإنفاق على الأمور الفاخرة، ولكن الأبراج تنصح الحمل بعدم الانغماس بهذه الأمور خلال الفترة القادمة، خصوصا وأن الأوضاع المادية لهذا البرج لن تكون ثابتة. على الحمل أن يتصرف بذكاء حين يتعلق الأمر بالمال، خصوصا وأن ما سيحدث مع الحمل هو أنه سيتأثر بطاقة الثور لناحية الملذات، ولكنه لن يتأثر كثيرا بثبات الثور، وبالتالي سيكون هناك رغبة في الإنفاق مع شخصية متسرعة عشوائية. برج الثور، عيد ميلاد سعيد للذين ينتمون إلى برج الثور. إنه موسمكم. الفترة المقبلة هي فترة مثالية فيها الكثير من السحر، وذلك لأن الثور سيكون في أفضل حالاته. الحظ حليف الثور في كل ما يقوم به، وبالتالي يمكن للبرج هذا الاسترخاء والاستمتاع بما ستقدمه له الحياة خلال هذه الفترة الجميلة الساحرة. راحة مستحقة، وذلك لأن البرج هذا ومنذ فترة طويلة يعاني من سلسلة من الأحداث السيئة ومن الحظ العاسر، ولكن ولحسن الحظ الأمور انتهت وكل شيء سيصبح على خير ما يرام. وبالتالي يمكن للذين ينتمون إلى برج الثور تنفس السعداء، وأخيرا انتهت المرحلة السيئة. برج الجوزاء، الجوزاء خلال موسم الثور سيستمر بالشعور بالرغبة بالنمو، وهو مازال يبحث عن الهدف الذي يريد الوصول إليه. البرج هذا مازال عالق في عقله منذ فترة لا بأس بها من الوقت، ولكن هذه الفترة قد
تساعده على تحديد ما الذي يريده فعلا، بحكم أن طاقة السور هي طاقة البناء والثبات. ولكن وبغض النظر عما إن تمكن الجوزاء من تحديد ما الذي يريده أم لم يتمكن، فإن الأبراج تنصح بالقيام ببعض النشاطات التي تساعده على الاسترخاء عقليا وبدنيا. برج السرطان. لقد كانت فترة صعبة على السرطان مؤخرا، ولكن كل هذه الأمور انتهت حاليا. لقد حان الوقت كي يخرج السرطان من قوقعته وأن يلمع نجمه، خصوصا على الصعيد الاجتماعي. الفترة هذه مثالية للاختلاط الاجتماعي، والأبراج تنصح السرطان بأن يمضي وقته مع الأصدقاء وأن يقوم بالاختلاط مع من يحبهم والاحتفال بكل الأمور الجميلة في حياته. حين يتعلق الأمر بالتطور على الصعيد الاجتماعي، الأبراج تنصح السرطان بأن يقوم بكل الخطوات التي يحتاج إليها، وذلك لأن المقاربة هذه ستؤدي إلى تكوين علاقات جديدة ستعود بالكثير من الفائدة على السرطان. برج الأسد. خلال موسم الحمل كان هناك الكثير من الطاقة النارية في برج الأسد، ولكن حاليا هناك من الناحية النظرية مرحلة الثبات والنمو ببطء، ولكن هذه النوعية من النمو لا تتناسب مع الأسد. ولكن على برج الأسد ألا يقلق، لأنه لن يخسر ما يحفزه، بل سيستمر بالنمو وبالسرعة نفسها، كما أن بريق نجمه لن يخفت الفترة المقبلة. الفترة المقبلة هي فترة حصد النتائج، خصوصا على الصعيد المهني. برج العذراء. الفترة المقبلة هي فترة التغيرات، خصوصا على الصعيد الشخصي. خلال الفترة المقبلة سيشعر العذراء برغبة في الحصول على التحفيز الفكري. الرغبة في الحصول على هذا التحفيز ستقود العذراء في سعي منعش، وبالتالي سيتمكن من الحصول على الإشباع الفكري الذي يسعى إليه. برج الميزان. الميزان يختبر فترة مختلفة، فالقمر المكتمل حدث للمرة الثانية في برجه، وعليه هو يشعر بالسحر في حياته منذ فترة. التأثير هذا سيستمر، وسيشعر البرج هذا بأن حدثه هو في أقوى مراحله. سيشعر الميزان بالقوة وبأنه يملك القدرة على تحقيق كل ما يريد تحقيقه. نصيحة الأبراج للميزان هي الاستماع إلى حسه وإلى السير مع التيار، وذلك لأن كل الأمور الجميلة قادمة. برج العقرب. الشراكات ستشغل بال العقرب خلال هذا الشهر، سواء كانت الشراكات المهنية أو العاطفية أو الزوجية، ولكن عليه ألا ينغمس كليا في هذا الانشغال. سيكون هناك التركيز على العلاقة مع الشريك لدرجة أن الأمر سيستهلك وقت وطاقة العقرب كاملة. على أصحاب برج العقرب أن يجدوا التوازن، وذلك لأن مجالات حياتهم الأخرى قد تتأثر سلبا في حال قرر أن يستسلم لتلك الرغبة. برج القوس. طاقة الثور ستجعل القوس يشعر بأنه أكثر تحفيزا للقيام بإنجاز الأعمال، ولكن في المقابل سيكون هناك الكثير من التوتر، وذلك بسبب التناقض الكبير بين طاقة الثور البطيئة وبين طاقة القوس العشوائية. الأبراج تنصح القوس بالعثور على مقاربة صحية للتخلص من هذا التوتر، والاستفادة من الرغبة بالاختلاط الاجتماعي من أجل الحصول على الطاقة الإيجابية من الأصدقاء. برج الجدي. طاقة الثور ستجعل الجدي يختبر الرغبة بتجربة الملذات الحسية. البرج هذا لن يكون عقلانيا كما هي حاله عادة، خصوصا
وأن الرومانسية حاضرة وموجودة خلال هذه الفترة في حياة الجدي. سيكون هناك تواصل واضح وتام مع الجانب الحسي للجدي، وبالتالي سيكون هناك شخصية حساسة ومرحة خلال الفترة المقبلة. برج الدلو. الدلو سيشعر بالخمول خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك رغبة ملحة بإمضاء الكثير من الوقت في المنزل وعدم القيام بأي جهد مهما كان نوعه. ولا بأس بذلك، فالأشهر الماضية كانت جنونية ولقد عمل الدلو بشكل جنوني، وبالتالي إن كان هناك أي برج يستحق فترة من الراحة والاسترخاء فهو الدلو. برج الحوت. الفترة المقبلة ستكون حافلة بالطاقة للحوت، وذلك لأن طاقة الثور سترغم الحوت على التخلي عن روتينه والقيام بأمور جديدة ومختلفة. الأبراج تنصح الحوت بعدم مقاومة ذلك والسير مع التيار والقيام بكل الأمور الجديدة، وذلك لأنه ستجعله في حالة من الانتعاش، وبالتالي ستزوده بالطاقة التي يحتاج إليها من أجل المضي قدما خلال الفترات القادمة. شكرا للمشاهدة. شكرا لدعمكم المتواصل يا أحسن جميع الكتب. متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.